شكلها مضمونة في هذا الموسم. الشباب اللي يذكرها بشباب زمان وأيام زمان وجوارح زمان ونجوم زمان أيضا بطفرة. بينما أيمن مبعلي ثمانية كرة بتلعب الآن الأمام في النقطة. الظفرة يبتعد نوعا ما. الظفرة بفارق ست نقاط عن العاشر عن الوحدة العاشر وعدادي أيضا عداده بيضاء الآن. يعني هو حصل تماس رمية تماس لفريق نادي الظفرة. جاسم أكبر جاسم بيرمي رمية التماس كرة بتلعب محمد عمر أيضا. يا سلام الكرة بتلعب لأدريسو. المهارات موجودة الأسماء الجميلة حاضر مهارات فهد مسعود بيوت بدر الضايع الحكم بيكب. لا تغيير في صفوف الفريقين من مدربي فرسان الغربية. أمام الجوارح كرة بتلعب محاولة لأدريسو الغاني بيحاول الآن أدريسو بيحاول بلعب عرضية محاولة ولكن تبعد بشكل جيد من مدافع الشباب. كرمة للشباب في فريق نادي الشعب مع الكوماندوز والكوماندوز الذي ينافس أيضا في صلب المنافسة. برازيلي سيريزو مدرب الشباب يملك الحقيقة خيارات وهوية البطولة غير محددة غير معروفة. الأمين الرباط الكرة بتلعب أمامية الشارجة الثالث الشارجة مع الأهلي الرابع. ثلاث نقاط في المباراة القادمة. لعب لها حرسان خطير بيلعب على طول خطرة وتنحط الجول. في هذه المباراة في اللحظات الأخيرة أدريسو وأيمن الرمادي.